بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد ده حلقة نهاية الأسبوع وهتكون الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية والشعب المصري كله بخير. رمضان كريم، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حلقة النهاردة بالتأكيد من الترند هتتابع آخر المستجدات اللي موجودة على الساحة الرياضية والموجودة في السوشيال ميديا، ويمكن في الساعات الأخيرة في أخبار بالتأكيد كلها سعيدة لجماهير النادي الأهلي. حضور 50,000 متفرج، موافقة وزارة الداخلية على هذا العدد الكبير يقترب من السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي اللي هيستضيف بإذن الله مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم 1 إبريل في الساعة 9 من مساء السبت بعد المقبل في القاهرة بإذن الله. نتمنى فيها التوفيق للنادي الأهلي من أجل مواصلة المشوار وحجز البطاقة الثانية في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتأهل للدور ربع النهائي. حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل زي ما أنتم متعودين مننا، لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية، وكمان الفريق يبدأ استعداداته لمواجهة الهلال الجمعة. وفي الترند العالمي، توقف مباريات الدوري الإنجليزي وقت الإفطار في رمضان، قرار محترم لرابطة الأندية الدوري الإنجليزي البريمير ليج على السماح للحكام بإيقاف اللعب للاعيبة المسلمين أثناء مباريات الدوري الإنجليزي لتناول الإفطار. بالتأكيد ده قرار مهم جدا ويمكن لقى ترحيب من كل الأوساط القروية في جميع أنحاء العالم. طيب، استعراض مباريات اليوم، وطبعا كلنا عارفين الأجندة الدولية بدأت من اليوم، فبالتالي مفيش أي مباريات في الدوريات الكبرى أو حتى في الدوريات الأوروبية الأخرى. لكن النهاردة مباراة الجولة الأولى والحسم والفاصلة لمنتخب مصر الأولمبي أمام منتخب زامبيا الساعة 6 إن شاء الله من مساء اليوم عقب نهاية الحلقة، هتكون المباراة على استاد الدفاع الجوي. ده لقاء الذهاب، لقاء العودة إن شاء الله يوم 26 مارس في لواندا في زامبيا، وبإذن الله يكون التأهل من نصيب منتخبنا في إطار مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس. الفوز مهم جدا النهاردة بهدفين مقابل لا شيء على أقل تقدير لضمان التأهل في المباراة القادمة في لواندا في الدور الفاصل اللي هتتلعب في المغرب إن شاء الله في الصيف المقبل، وهي المرحلة الأخيرة المؤهلة لأولمبياد باريس. دي كانت مقدمة برنامج الترند، نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب، أكيد النادي الأهلي بعد قرار عدم المشاركة في كأس الرابطة أصبح دلوقتي أمامنا مباراة مهمة جدا بعد حوالي أسبوع، أو بنتكلم في حوالي 9 أيام، مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الحاسمة والأخيرة من مباريات دور المجموعات والمؤهلة إن شاء الله بإذن الله إلى الدور ربع النهائي. كنا طلعنا معاكم يوم الاثنين أول امبارح واتكلمت وقلت كل الأخبار اللي كانت بتتكلم على مباراة الأهلي والهلال غير صحيحة، وقلت وقتها لم يتحدد ميعاد ولا مكان ولا توقيت ولا حكام المباراة كمان، في ظل ان كان في اجتهادات كتيرة قوي اتقالت ان مملكة سيما الحكم الاثيوبي، ويمكن معظم الاخبار دي كانت صادرة من خلال بعض الصحف السودانية. كمان طلعت وقلت فكرة ان المباراة تتلعب يوم 2 ابريل او 3 ابريل الكلام ده غير وارد تماما، لان معروف ان دوري ابطال افريقيا مبارياته 31 مارس او 1 ابريل. الحمد لله يمكن بالأمس القرار صدر بشكل رسمي وتم إعلان كل التفاصيل. المباراة هتتلعب يوم 1 إبريل الساعة 9 في استاد القاهرة الدولي. كمان تأكيدا لنقاط مهمة متعلقة بمباراة الأهلي والهلال، الجهات الأمنية بالأمس أعلنت عن حضور 50,000 متفرج في هذه المباراة الكبيرة جدا. نتمنى التوفيق يا رب بإذن الله إن يكون في حضور جماهيري مميز، تخرج المباراة لبر الأمان، الجمهور يحضر ويشجع ويساند ويؤازر بشكل طيب جدا عشان نشوف مباراة كبيرة للنادي الأهلي وتكون حاسمة إن شاء الله وفاصلة في التأهل بإذن الله. زي ما انتم شايفين على الشاشة، ده قرار وموافقة الجهات الأمنية اللي تم الإعلان عنه بالأمس، ومن خلاله وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية للسيد محمود توفيق وزير الداخلية على خوض هذه المباراة. كمان مجلس إدارة الأهلي
أكد على اعتزازه وتقديره الكامل للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن في كل المواقف وما يتحملونه من مسؤوليات لدعم المؤسسات الرياضية، خاصة عند تمثيلها للبلاد في المحافل القارية. دي نقطة مهمة جدا بخصوص مباراة الأهلي والهلال السوداني. وطبعا لسه بقى عندنا مساحة وقت، يعني كولر إن شاء الله هيرجع بكرة من الأجازة والراحة السلبية يوم الجمعة، تاني يوم رمضان هيكون أول التدريبات للنادي الأهلي إن شاء الله استعدادا لخوض مواجهة الهلال السوداني. من الجمعة للجمعة فترة أسبوع كامل الأهلي هيستعد من خلالها لمواجهة الهلال، ولكن في الفترة دي كل اللعيبة الدوليين هيكونوا مع المنتخب، مش هيرجعوا إلا على يوم الأربعاء قبل إن شاء الله مباراة الهلال بحوالي 72 ساعة. طيب عموما هنكمل بقى فقرات برنامج الترند، لكن نخرج لفاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب عقب مباراة الهلال هيكون في مساحة وقت شوية لعدد من المباريات المحلية. كنا عارفين امبارح ان رابطة الأندية اعلنت جولة الاسبوع ال 22 وال 23 وارجعت شوية الحديث عن باقي المباريات لغاية ما يشوف موقف الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. يوم 1 ابريل ماتش الأهلي والهلال اللي هيوافق السبت بعد المقبل. يوم 5 ابريل مباراة الأهلي والمحلة في الجولة ال 23 للدوري العام. ولكن وقتها هيكون للأهلي أربع مؤجلات: الاتحاد، الإسماعيلي، الجيش، حرس الحدود. وبالتالي في الجولة 23 هيكون في أربع مباريات مؤجلة للنادي الأهلي. وبعد مباراة المحلة هناك اتجاه إن تتلعب مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر. المباراة المفروض ده مباراة النهائي، لأن خلاص لازم تتلعب في شهر إبريل، لأن تحدد موعد السوبر مع الزمالك يوم 5 مايو في أبو ظبي. المعلومات اللي عندي إن مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس هتكون ميعادها في الفترة من 6 إبريل ل 13 إبريل. هنلعب مباراة المحلة 5 ابريل، وبالتالي نقدر نتكلم ان مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر غالبا بنسبة كبيرة هتكون احد ايام 9 او 10 ابريل. ممكن الناس تقول لي ليه بدري قوي تكون المباراة في الميعاد ده؟ الفريق اللي هيواجه الزمالك محتاج ينهي اجراءات السفر والتأشيرات وكل الامور اللوجستية وكمان الدعاية الخاصة بلقاء السوبر امام الزمالك يوم 5 مايو في ابو ظبي. فبالتالي خطة الاهلي الفترة الجاية بعد الاعتذار عن كأس الرابطة هيكون عندك مباراة الهلال 1 ابريل، تلعب مباراة المحلة في الدوري يوم 5 ابريل، وبعد كده مباراة بيراميدز اللي غالبا هتكون 9 او 10 ابريل، وبعد كده هتبقى في مجموعة من المباريات المحلية للنادي الاهلي في الدوري العام قبل يوم 22 ابريل. 22 ابريل هيكون فيه ايه؟ باذن الله الاهلي يكسب الهلال ويتأهل. 22 ابريل ده موعد الدور ربع النهائي. من 22 ابريل ل 29 ابريل خلال الاسبوع ده مفيش مباريات محلية، لأن دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا هيتلعب الذهاب 22 إبريل والإياب 29 إبريل. إذن خطة وخريطة المباريات خلال الفترة اللي جاية هتكون ماشية بالشكل ده، ولكن في أمور كتيرة جدا بتتوقف على نتيجة مباراة الأهلي والهلال. وزي ما كنت بتكلم إن في شكر وتحية وتقدير كبير جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي إلى سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل الجهات الأمنية والقيادات الأمنية على القرار الرائع اللي صدر بالأمس واللي هيكون بارقة أمل لعودة الجماهير المصرية إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. الأمر مش يتعلق بس بالنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، إن شاء الله بإذن الله يكون الحضور الجماهيري مميز في هذه المباراة وتبقى بادرة خير وبشرة أمل إن شاء الله في الفترة اللي جاية، لأن دي مباراة في دور المجموعات، ما بالك بقى لما تتأهل للأدوار النهائية، تلعب دور الثمانية، تلعب السيمي فاينل، الفاينل لسه قرعه طبعا للادوار النهائيه لما تتاهل باذن الله ان شاء الله، لعل وعسى ممكن الفاينل يكون في سكه القرعه يكون عندك في القاهره، فتبقى الجماهير ان شاء الله حاضره بسعه اكبر من كده، وده شيء مبشر لو نجحت بنسبه كبيره هينعكس بشكل ايجابي على مباراه الدوري. يعني احنا بنتكلم الدوري حاليا 5000 10000، ممكن بعد كده يحضر 20 ويحضر 30 ونرجع بقى نرجع زي زمان لما كانت الملاعب المصريه كل الملاعب فيها حضور جماهيري خاصة في المحافظات وفي استاد القاهرة في مباريات النادي الأهلي. طيب الأمور المتعلقة بكأس الرابطة، بصوا يا جماعة الفكرة في حد ذاتها مش ألعب بالناشئين وبالشباب والناس بتتكلم من بره نلعب بأي مجموعة عشان نخوض المباريات وخلاص. اللي حصل في كأس الرابطة السنة اللي فاتت كان شيء والسنة دي شيء تاني خالص. السنة اللي فاتت الرابطة عملت المباريات كلها أثناء كأس أمم إفريقيا اللي اتلعبت في الكاميرون، فكان عندك مساحة انك تلعب ب
اللاعبين الناشئين اللي في قطاع الناشئين، ولكن السنه دي اللائحه اللي طلعناها حضراتكم في الحلقات السابقه كان مكتوب فيها انك بتلعب بدون اللاعبين الدوليين ولكن بقائمه الفريق الاول. طيب بدون اللاعبين الدوليين وبقائمه الفريق الاول هيتبقى معايا كام لاعب؟ 7 منتخب اول، 4 منتخب اولمبي، 4 محترفين بيلعبوا في منتخبات بلادهم. فانت بتتكلم ما يقرب من 15 لاعب بالاضافه الى 3 لاعبين او 4 لاعبين مصابين، ياسر ابراهيم، محمود متولي، اكرم توفيق، كريم فؤاد، 19 لاعب. هيبقى معاك في القايمه كام؟ 11 12؟ هل ده عدد تقدر تلعب بيه مباراه المصري؟ هل الجهاز الفني اصلا عنده وقت انه يحضر لماتش المصري في الكاس الرابطه وهو عنده ب 72 ساعه مباراه على طول في دوري ابطال افريقيا، مباراه حاسمه هي مباراه الموسم في دوري ابطال افريقيا؟ هل هينفع؟ مش هينفع. وبالتالي كولر كان ليه راي واضح من البدايه. الفرقه سافرت ولعبت ماتشات كتيره وفي مدن ودول مختلفه خلال الفتره اللي فاتت، فكان لابد ان يكون في راحه تنتهي حتى الخميس المقبل، والفتره من الجمعه للجمعه تكون فرصه لتصحيح الاخطاء. كولر كان بيتمنى تكون الفرقه فول تيم في التوقيت ده، ولكن في اجنده دوليه، فقدر الامكان هيحاول يشتغل على المجموعه اللي معاه. تيجي بقى تحط له ماتش المصري في التوقيت ده هيبقى صعب جدا بالنسبه له، وبالتاكيد الرؤيه الفنيه للمدير الفني هي الفاصله، لان اداره النادي الاهلي لا تتخذ قرار متعلق بالكوره تحديدا الا لما يكون في قرار رسمي من المدير الفني. ده حصل في البطوله العربيه ونفس الامر اتكرر في كاس الرابطه. نتمنى باذن الله نفوز على بيراميدز، الاهلي يحصل على الكاس، الاهلي يلعب السوبر امام الزمالك ويفوز عليه في ابو ظبي، يكمل المشوار في دوري ابطال افريقيا، يكمل المشوار في الدوري العام. هتكون دي هي التحديات للاهلي حتى نهايه الموسم. يخلص الموسم على خير بتحقيق البطولات دي واسعاد الجماهير، هتبقى فيه فرصه طيبه حوالي شهر شهر ونص تستعد من خلالها وفتره اعداد للموسم اللي جاي. الموسم اللي جاي اللي هيبقى ايه بقى ساعتها؟ هتبدا بدور السوبر الافريقي ثم دوري ابطال افريقيا ثم الدوري العام. فكان صعب جدا تلعب كل المنافسات دي وتخش الموسم اللي جاي بدون راحه، في ظل انك داخل على احداث اقوى واهم، وكمان السنه الجايه في يناير اللي جاي هيكون في امم افريقيا في كوت ديفوار. فطبعا اللي اتخذ هذا القرار النادي الاهلي هيكون في صالح الكره المصريه، بس الناس هتحس بقيمته على المدى البعيد. اخر حاجه قبل ما اطلع لفاصل، كنا اتكلمنا برضو على طاقم حكام مباراه السويس والنصر، واستعرضنا السوشيال ميديا واللي اتكتب في الصحف العالميه، وازاي الكابتن محمد فاروق الحكم السكندري يكتب تقرير عكس الواقع وعكس اللي حصل في المباراه. لجنه الحكام الرئيسيه امبارح اعلنت ايقاف طاقم التحكيم بالكامل، وقدامكم طبعا على الشاشه ده القرار اللي صدر بالامس، والقرار صدر من خلال لجنه الحكام الرئيسيه برئاسه البرتغالي فيتور بيريرا. في نقطه مهمه عايز اتكلم فيها في الجزئيه دي دون الخوض في التفاصيل، لان كل التفاصيل قلناها في حلقه اول امس. طالما انت وصلت لفكره ان طاقم التحكيم يتم ايقافه بالكامل، يبقى الطاقم ده عمل حاجه غلط. عمل حاجه غلط. ايه هي الحاجه الغلط؟ ان انت بتعترف انه فكره ان يتخذ قرار بناء على رؤيه موبايل وياخد بيه قرار ويلغي هدف رغم ان مفيش تقنيه الحكم الفيديو المساعد في القسم الثاني، تبقى دي كارثه. بس الكارثه الاكبر انك توقف، يعني تاخد قرار بايقاف الحكم في ظل ان في تقرير في كلام وتفاصيل عكس اللي حصل في الواقع. فاللي استدعى الحكم لمعسكر الحكام وخلاه يكتب التقرير ده لازم يتم ايقافه واستبعاده ايا كان هو من الشخص ده، يطلع في المسابقات، يطلع في الحكام، يطلع في مجلس اتحاد الكوره، ايا كان هو مين. لان انت لما حكم يكتب في تقريره تفاصيل عكس الواقع اللي احنا كلنا شفناه، لا يبقى الامور هنا مش متعلقه بخطا قانوني، ده احنا رحنا لمسافات ابعد ورحنا لوقائع للاسف ممكن تضر المسابقات الكره المصريه، وممكن تحط ما بين قوسين مليون علامه استفهام على التقرير ده اتكتب ليه بالشكل ده. وبعدين طالما خدت قرار بايقاف الحكم، ما هو دور لجنه الحكام؟ مش اللجنه هي اللي بتدي تعليمات للحكام؟ مش هي اللي بتحاسب الحكام؟ مين اللي هيحاسب اللجنه على هذا الخطا؟ مين اللي هيحاسب اللجنه على هذا التعيين؟ الفكره مش في ايقاف طاقم التحكيم بس، في مسؤوليه على اطراف اخرى اتمنى يتم اتخاذ معاها عده اجراءات خلال الساعات اللي جايه، وانا انتظر ونشوف في استئناف على قرارات مسابقات القسم الثاني، هل لجنه الاستئناف تتخذ قرار باعاده المباراه؟
ده هنتعرف عليه الفترة اللي جاية، ولكن خطورة هذه المباراة وما حدث في هذه المباراة أبعاده هيكون ليها تأثير على شكل مسابقات الكرة المصرية. عشان كده احنا بنتكلم وبنناقش هذه القضية، لأن ممكن بعد شهر 2-3 نلاقي الكابتن محمد فاروق الحكم السكندري بيدير مباراة في الدوري الممتاز. هل هيبقى مقبول؟ هل هيبقى كلام منطقي وكلام معقول؟ استحالة. فعشان كده احنا دخلنا في صلب القضية واتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت، والنهارده بنكمل عليها. بس قرار الإيقاف ده لا يسري على الحكم فقط، في مسؤولين أعتقد يحتاجوا إلى مثل هذا القرار عشان يبقى في انضباط أكتر خلال الفترة اللي جاية. دي كانت أبرز الحاجات اللي معايا النهارده في ترند الترند. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض في باقي فقرات برنامج الترند. يا رب بإذن الله تكون في فرحة كبيرة في استاد القاهرة يوم 1 إبريل، لكن نروح مع بعض لترند الأهلي ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. نبدأ مع بعض وكورة بلس تعرف على موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا. يمكن كورة بلس بيقولوا إن في يعني من مصادرهم إن في اتجاه لإعلان طرح التذاكر يوم 29 مارس على أقصى تقدير. معلوماتي إن ميعاد طرح التذاكر هيكون بدري شوية عن 29 مارس، يعني المباراة 1 إبريل، فمش من المنطقي تطرح التذاكر يوم الاربعاء مثلا. نتكلم في اربعاء خميس جمعه قبل الماتش ب 72 ساعه، لا ممكن يكون في مساحه قبل كده، وغالبا ممكن التذاكر تطرح بدفعات ما تنزلش كلها دفعه واحده. النهارده بالمناسبه في اجتماع مهم جدا لاداره النادي الاهلي مع او الاداره التنفيذيه مع شركه تذكرتي بخصوص تحديد موعد طرح التذاكر، اسعار التذاكر، وان كان ان شاء الله باذن الله ممكن تكون في امور مبشره إن الأسعار المرة دي ممكن تكون مخفضة شوية عن الفترات السابقة. كل دي أقاويل واجتهادات للبعض على السوشيال ميديا، ولكن هننتظر الإعلان الرسمي. وإن كان لو في فرصة إن التذاكر تنزل بسعر مخفض زي ما حصل النهاردة مع المنتخب الأول، أعتقد هيبقى شيء رائع جدا. وحتى لو التذاكر ما تمش تخفيضها، أنا واثق إن الملعب اللي بيشيل 50,000 هتلاقي أكتر من حوالي 100 و200 و300,000 داخلين على موقع تذكرتي بيحاولوا يحجزوا تذاكر مباراة الأهلي والهلال. طيب نروح لحساب يلا كورة، ودي النقطة اللي كنت بتكلم عليها دلوقتي. مصدر ليلا كورة: اجتماع بين الأهلي وتذكرتي لمناقشة أسعار تذاكر لقاء الأهلي والهلال. صرح مصدر بالنادي الأهلي ليلا كورة ليوم الأربعاء أن هناك جلسة بين لجنة إدارة المباريات ومسؤول شركة تذكرتي من أجل مناقشة أسعار التذاكر الخاصة بلقاء الهلال. يعني مش هزود أكتر من الكلام اللي قلته من شوية. إن شاء الله بإذن الله الحضور يكون مميز في هذه المباراة. في كام نقطة مهمة جدا في هذه المباراة تحديدا. أولا الحضور الجماهيري، محدش عنده يعني شك إن ال 50,000 هيكونوا أقل 50,000 إلا واحد، لا بالعكس ممكن يكونوا 50 وممكن يوصلوا ل 60 كمان إذا تم زيادة الساعة المحددة خلال الساعات اللي جاية مثلا. الحاجة التانية أكيد سعر التذاكر هيختلف من درجة للتانية. التالتة شمال اللي قدامنا دي أكيد بتبقى السعر فيها بيتراوح من 50 إلى 75 جنيه. وطبعا دي يمكن مصدر وقوة التشجيع لجماهير النادي الأهلي في كل المباريات والأحداث في السنوات السابقة. أتذكر عدد الحضور الجماهيري ده ما حصلش منذ سنة 2014، نهائي الكونفدرالية ما بين الأهلي وسي سبور الإيفواري. أنا حضرت المباراة دي في استاد القاهرة لهدف الشهير لعماد متعب في الدقيقة 95، في الثانية الأخيرة قدر الأهلي يقتنص لقب الكونفدرالية بهدف في سي سبور، عرضية من وليد سليمان، ضربة رأس من عماد متعب، الأهلي فاز بهدف مقابل لا شيء. هل تتكرر الصورة والمشهد في استاد القاهرة بعد حوالي 9 سنوات؟ ده هنشوفه في مباراة يوم 1 إبريل، ولكن الحضور الجماهيري هذا لم يتكرر منذ عام 2014. يمكن في مباراة سان داونز قبل فترة الكورونا، كانت مباراة في دور الثمانية انتهت بفوز الأهلي 2-0، أعتقد الحضور الجماهيري كان حوالي 20-30 ألف متفرج، لكن 50,000 في ملعب استاد القاهرة اللي بيسع 67,000 ما حصلتش منذ حوالي أكتر من 19 سنين. لكن إن شاء الله بإذن الله يكون حضور مهم ومميز، والجماهير فاهمة إيه الدور اللي مطلوب منها في هذه المباراة، ومش هتنساق وراء أي مهاترات أو محاولات البعض لجرجرة جماهير الأهلي على السوشيال ميديا لأي تلاسن أو أي خروج عن النص عشان يستفيد بيها ويطلعك بره الملعب وهو يعمل أجواء تانية خارج الملعب. الجمهور فاهم كويس جدا إيه اللي الفريق محتاجه في ماتش 1 إبريل. حساب يلا كورة والكلام على المصابين: ياسر إبراهيم ينتظم في تدريبات الأهلي بدءا من الجمعة،
ومحمود متولي سيبدأ الظهور التدريجي في التدريبات من منتصف الأسبوع المقبل. قلت في البداية إن عندنا ياسر إبراهيم ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد. طبعا أكرم وكريم مليون سلام عليهم، غيابهم للأسف هيكون حتى نهاية الموسم. لكن ياسر ومتولي غابوا عن مباراة القطن الكاميروني الأخيرة، وفي محاولات لإعدادهم وتجهيزهم قبل مباراة الهلال بإذن الله. الشيء المبشر في الخبر اللي المنشور على يلا الكوره ان ياسر ابراهيم هيبدا التدريبات من اول مره للفريق عقب العوده من الراحه. متولي اعتقد هياخد شويه وقت، ممكن ما يلحقش ماتش الهلال، هي في محاولات، ولكن على منتصف الاسبوع اللي جاي او زي النهارده هنقدر نشوف امكانيه لحاق متولي بهذه المباراه. ولكن طبعا وجود منعم، موجود ياسر، موجود رامي، في اكتر من لاعب موجود في خط الدفاع. اليوم السابع بيتكلموا على ان كولر يفاضل بين قفشه والقندوسي للمشاركة مع الأهلي أمام الهلال. لسه بدري قوي قوي على فكرة التشكيلة الأساسية ومين هيلعب ومين ما يلعبش. قفشة والقندوسي موجودين مع كولر الفترة الحالية، ولكن خدوا بالكم الأمور بتتوقف على حالة اللعيبة الدولية اللي هترجع بعد نهاية الأجندة، سواء منتخب أول أو أولمبي، سواء حتى اللاعبين الأجانب اللي بيلعبوا في منتخبات بلدهم، تاو، ديانج، معلول، كل ده بالتأكيد لسه كولر هيتعرف عليك. لكن من دلوقتي بيفاضل بين قفشه والقندوسي؟ لا، بدري قوي، والكلام ده اعتقد مليون في الميه غير صحيح. طيب، حساب بطولات، وفي تصريح مهم جدا لدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره الاهلي اللي اتكلم فيها وقال: وصلت لنا دعوه من ريال مدريد بعد المشاركه في كاس العالم للانديه للمشاركه في دوره وديه لفريق الناشئين في اول ابريل، لكن وجدنا ان عندهم مباراه هامه في الدوري بخلاف الصيام والسفر ففضلنا الاعتذار. دي من المكاسب اللي خدها الاهلي بعد المشاركه مع الريال في كاس العالم للانديه. توأمة ومحادثات وارتباطات ومعسكرات ومباريات ودية وشغل ما بين قطاع الناشئين في الأهلي والريال، ولكن طبعا الدورة الودية دي في توقيتها مش هتكون مناسبة للأهلي، لكن أكيد هيكون في توقيتات أخرى جاري الاتفاق عليها. آخر حاجة معانا في ترند الأهلي وتصريح لأشرف عبد العزيز محامي كهربا، قال في تصريحات لموقع بطولات: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا مع الزمالك، ولكن دائما النادي الأهلي في ظهر لاعبيه. كهربا سيسدد الغرامة قبل انتهاء المهلة وسيحول الأموال لحساب نادي الزمالك المرسل لفيفا، لأنه إذا لم يسدد سيتعرض للإيقاف. وأنا بأكد لكم طبعا المهلة تنتهي، بنتكلم في فترة مثلا 8 أو 9 إبريل، إن شاء الله قبل 8 أو 9 إبريل هيكون الملف ده انتهى، عشان كهربا بقى يستعد ويكمل مشواره الناجح مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا كلام مهم جدا وترند المحلي، منتخبنا الاول، منتخبنا الاولمبي، وفي مباراه باقل من 25 دقيقه مع زامبيا تصفيات افريقيا المؤهله لاولمبياد باريس. المنتخب الاولمبي والاستعداد لمباراه زامبيا، هي الجوله الاخيره قبل السفر ان شاء الله للجوله النهائيه اللي هتتلعب في المغرب، وهي جوله حاسمه قبل تصفيات اولمبياد باريس. يمكن بعد اقل من حوالي ثلث ساعه تنطلق مباراه منتخب مصر امام زامبيا، دي جولة الذهاب. لقاء العودة بعد 4 أيام في العاصمة الزامبية، وتحديدا هتكون في دوالا أو ندالا قصدي. ونتمنى يا رب التوفيق للجهاز الفني بقيادة ميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الأولمبي. منذ قليل أعلن المدير الفني ميكالي التشكيلة الرسمية اللي هيخوض بها منتخبنا مباراة زامبيا. في حراسة المرمى حمزة علاء، في خط الدفاع أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد أشرف، وسط الارتكاز احمد نبيل كوكا، محمود جهاد، محمد شحاته، وفي ثلاثه خط الوسط الهجوم ابراهيم عادل، مصطفى سعد، واسامه فيصل. ده تشكيل منتخبنا الوطني، وطبعا في لعيبه كلنا عارفينها وبتلعب في الاهلي وفي الزمالك وفي الفرق اللي موجوده في الدوري المصري. طب مزيد من التفاصيل اروح مباشره الى ملعب الدفاع الجوي مع الزميل العزيز والناقد الرياضي الاستاذ محمد جمال. محمد، مساء الفل. مساء الفل عليك يا محمد، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل شديد بخير. رمضان كريم عليك وعلى الاسره الكريمه يا رب. حبيبي رمضان كريم عليك يا رب. طيب، عايز اعرف منك الاجواء عندك في استاد الدفاع الجوي، وخلاص بنتكلم في دقائق قليله جدا والفريق ينزل ويخوض مباراه مهمه جدا ومصيريه في مشوار منتخبنا الاولمبي. زي ما انت قلت، هي طبعا مباراه مصيريه للجيل ده. نتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر الاولمبي. النهارده يمكن الاجواء لحد دلوقتي لسه هاديه، طبعا انت عارف النهارده المباراه للمنتخب الاولمبي هي مباراه يمكن من المباريات الرسميه القليله جدا لميكالي بعد ما لعب قبل كده رسميا اسواتيني برضه في التصفيات. احنا خلاص وصلنا للتصفيات النهائيه،
قدام زامبيا، واحد مننا هيوصل تصفيات او يوصل بقى كاس افريقيا ان شاء الله في المغرب برضو تحت 23 سنه اللي احنا اصلا بطلها في 2019. اكيد النهارده الماتش مختلف، الماتش مختلف بعد المعسكر ده كمان مختلف للمنتخب الاولمبي. يمكن امبارح شفنا زياره للدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، وشفنا كمان زياره لمحمد صلاح، وعقد جلسه مع ميكالي، وعقد جلسه مع اللاعبين واللعيبه، خالد بتتصور معاه فرحانه جدا، وكانت زياره بصراحه ايجابيه بشكل كبير جدا. النهارده يمكن في التشكيل ما فيهاش مفاجات خالص زي ما انت قلته، يمكن حمزه هو الجول النهارده، طبعا حمزه حارس مرمى النادي الاهلي، احمد عيد بيلعب في الفتره اللي فاتت لعيبه بشكل كويس، وطبعا عبد المجيد، وطبعا جنبيه محمد طارق. يمكن كنت متوقع انه هيبدا بعمر فايد خاصه انه كان لعب مع الفتره اللي فاتت، ولكن هو بدا باللعيبه بقى اللي هي بتلعب في نادي الزمالك مع بعض، حسام عبد المجيد ومحمد طارق. برضو انت بتتكلم على باك ليفت، محمد اشرف باك ليفت كويس، وسط الملعب هتلاقي ثلاثه طبعا هم بيلعب ميكالي بشكل، يمكن الثلاثه بتوع وسط الملعب هتلاقي منهم اثنين مايلين شويه يمين وشمال، يعني انت هتلاقي برضو هتتكلم على طبعا احمد نبيل كوكا، تتكلم على برضو لعيب زي محمد شحاته بيميل شويه في الجبل اليسرى وبيلعب في طلائع الجيش. هتبص برضو على حتى وسط الملعب هتلاقي مصطفى ميسي برضو بينزل شويه لوسط الملعب، وهو متالق معاه الفتره اللي فاتت وجاب جول في اكيد ماتش ويتي. يمكن بنتكلم على الاستعدادات مش وقتها دلوقتي، لكن الاستعدادات طبعا كانت بالنسبه للمنتخب الاولمبي دايما توقفاته، خلي بالك يا محمد ما بتبقاش كتير، توقفاته بتكون قليله، ولكن يمكن الماتشات الوديه الفتره اللي فاتت لعب الجابون وكسب، قبلها لعب المغرب وكسب، وكمان لعب السودان وكسب. لكن المشكله اللي كان بيتكلم معاها فيها ميكالي مع اللعيبه خلال اليومين اللي فاتوا هي مشكله اهدار الفرص، مشكله اداره الفرص بشكل كبير جدا. هو خايف من الموضوع ده بشكل كبير جدا، واتكلم مع لعيبه، خلي بالك برضو هو واخد على الفتره اللي جايه انه بيتكلم مع لعيبه ان المنتخبات طبعا سواء الناشئين او الشباب خرجوا وما وصلوش للمنافسات بتاعتهم، فمش هينفع كمان المنتخب الاولمبي يخرج. تم توفير كل شيء بقى للمنتخب الاولمبي من طياره خاصه للسفر. عايز اقول لك برضو القايمه كلها دلوقتي اللي معاك كلها هتقل ل 25 لاعب ان شاء الله قبل زامبيا، يعني النهارده هيستبعد ميكالي بعد المباراه على طول اكثر من 6 لاعبين عشان يسافر زامبيا فقط ب 25 لاعب، من بينهم ال 11 بما فيهم البدلاء، هم دول اعتقد اللي هيسافروا خلاص لزامبيا للقاء ان شاء الله الاياب باذن الله. طيب في حضور جماهيري يا محمد في الملعب ولا الاجواء لحد دلوقتي؟ طبعا لحد دلوقتي الاجواء هاديه، طبعا لحد دلوقتي الاجواء هاديه، ولكن خلي بالك في الماتشات اللي زي كده دايما خلال المباراه بتلاقي يعني ناس كده تباعد بتيجي، وشفنا النهارده برضه اتحاد الكوره بيعلن عن اسعار التذاكر لمباراه مصر وملاوي ان شاء الله الجمعه المنتخب الاول، والاسعار يمكن 50 جنيه و75 و150، فاعتقد برضه هتلاقي ناس حاضره المباراه اللي جايه. والنهارده اعتقد المباراه برضه خلال اول ما تبدا كده بتلاقي برضه عدد كبير جدا من الجماهير بتيجي خلال اللقاء ان شاء الله. طيب العدد اللي عندك قد ايه مثلا؟ لا لسه يعني مفيش؟ لسه العدد، لا العدد لسه في عدد قليل جدا، لسه العدد مش كبير. طب يبدو كده ان هم ما يكملوش 1000 مشجع مثلا. ممكن عدد لسه قليل، عدد لسه قليل في المباراه. طيب في حد من اتحاد الكره حاضر المباراه؟ في حد مثلا من الاتحاد الزامبي؟ في اي امور اجرائيه لوجستيه في الملعب؟ طبعا اتحاد الكره النهارده كله، اتحاد الكره كله النهارده بين المنتخب الاولمبي كله موجود، وهتلاقي لسه انا لسه ما شفتش غير الكابتن بركات هو اللي موجود لحد دلوقتي، هتلاقي العدد برضو الباقي موجود النهارده، اعتقد كمان الاستاذ جمال علامه هيحضر، كل اتحاد الكره مفترض انه هيحضر خلي بالك في المقصوره، لان النهارده مباراه برضو مهمه جدا للجيل ده للمنتخب الاولمبي، وهي اهم مباراه في الجيل الحالي طبعا للمنتخب الوطني الاولمبي. عندك فكره هيسافروا امتى بعد المباراه؟ تاني يوم ولا لسه شويه؟ مفترض ان شاء الله ان هو تاني يوم باذن الله طياره خاصه، بس لسه لحد دلوقتي ما تحددش الميعاد النهائي للسفر باذن الله، بس هو ميكالي يعني حابب ان هو يكون طبعا موجود هناك قبلها. اكيد. الزميل العزيز الناقد الرياضي الاستاذ محمد جمال، شكرا جزيلا ليك على كل هذه الاخبار والمتابعه بخصوص مباراه منتخبنا الاولمبي. طب نروح للترند المحلي وتفاصيل اكتر موجوده في السوشيال ميديا بخصوص مباراتي منتخب مصر، سواء الاول امام ملاوي او الاولمبي امام منتخب زامبيا اللي هتتلعب بعد اقل من ربع ساعه. البدايه من حساب روي فيتوريا. روي فيتوريا النهارده من خلال حسابه الرسمي على الانستجرام نشر عليه وقال، طبعا عليه صوره سيد دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، استاذ جمال علام رئيس الاتحاد، استاذ خالد رندالي نائب رئيس الاتحاد، روي فيتوريا المدير الفني، وكل لاعبي منتخب مصر في مقدمتهم محمد صلاح. فيتوريا كتب وقال: يومان رائعان من التحضير للمباراه يوم 24 ضد ملاوي. هذا اليوم يعني توج بزياره وزير الرياضه اشرف صبحي ورئيس الاتحاد جمال علام برفقه كل القيادات القرويه الاخرى. يا لها من طاقه جيده من اللاعبين وكل من يعمل معنا بشكل مباشر سوف نفعلها باذن الله. فيتوريا ومنتخب مصر محتاج في المباراتين
الست نقاط، كل فرق المجموعة متساوية في النقاط، ملاوي 3، أثيوبيا 3، غينيا كوناكري 3، مصر 3 نقاط، كل الفرق 3 نقاط. أقل تقدير إذا ما خدتش الست نقاط ترجع من المباراتين بأربع نقاط، عشان يبقى عندك 7 نقاط، لسه عندك مباراة في القاهرة، مباراة خارج القاهرة، فتقدر على الأقل تتصدر المجموعة عشان تتأهل لأمم إفريقيا في الكوت ديفوار. كلنا عارفين 12 مجموعة بيتأهل منها الأول والثاني إلى كأس الأمم الإفريقية، وإن شاء الله الفرصة موجودة، ولكن محتاجين نحسن النتائج عشان التصنيف. طيب، حساب محمد الشناوي أيضا على الانستجرام نشر صور لي وهو في تدريب منتخب مصر، وكتب عليها استعدادات منتخب مصر لمباراة ملاوي. الشناوي من خلال الصور يبدو أنه جاهز مع أحمد الشناوي ومع محمد صبحي. طبعا الشناوي كان تعرض لإصابة ما بين شوطي مباراة الأهلي والقطن، لكن اطمأنينا عليه بعد انضمامه لمعسكر المنتخب وهيكون جاهز لمباراة ملاوي. حساب في الجول كتب تصريحات لحازم إمام. حازم إمام هنا بقى المشرف على المنتخب وعضو اتحاد الكورة، قال فيها: فيتوريا وميكالي يؤمنان باللاعب المصري أكثر من مصريين كثر على مواقع التواصل. يعني حازم عايز يتكلم على فكرة إن في انتقادات كتيرة جدا للاعب المصري على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من خلال علاقاته واجتماعاته وقربه من فيتوريا وميكالي شايف إن هما إن اللاعب المصري عنده إمكانيات يقدر يطلعها في الفترة اللي جاية، فبالتالي هو بيدينا يعني مؤشر ان المدير الفني سواء البرتغالي او البرازيلي بيؤمنوا بشكل كويس جدا بامكانيات اللاعب المصري. رابطة الأندية المصرية المحترفة من خلال حسابها الرسمي على تويتر نشرت مواعيد مباريات الجولتين ال 22 وال 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم. الجولة ال 22 هتبدأ يوم الخميس 30 مارس ومستمرة حتى 31 مارس. الجولة 23 هتتلعب يوم 3 ابريل، 5 ابريل، 6 ابريل، وكلنا عارفين ان في الجولة ال 22 في مباراة للاهلي مع طلائع الجيش هتتأجل، وفي الاسبوع ال 23 الاهلي هيلعب مع المحلة يوم 5 ابريل بعد مباراة الهلال، وبعد الجولة ال 23 هيكون الاهلي عنده 4 مباريات مؤجلة: الاتحاد، الاسماعيلي، حرس الحدود، طلائع الجيش، وساعتها بقى الاتحاد او الرابطة مستنية تشوف نتائج الاهلي وبيراميدز، هل ممكن هيكملوا ولا لا قدر الله يكون في خروج ولا حاجه، عشان يقدر يحط باقي مواعيد الدوري خلال الفتره اللي جايه. طيب، الاستاذ عامر حسين امبارح في تصريحات نشرت من خلال العديد من المواقع، كوره 11 نشرها وكتب وقال نقلا عن الاستاذ عامر حسين، بيقول: انا بيجي لي كوابيس بسبب الجدول والملاعب، الدوري سينتهي 15 يوليو اذا لم تظهر اي مفاجآت خلال الفتره القادمه. وأكد كمان في تصريحه وقال: إذا حدثت مفاجآت وحدث تأجيل ممكن نكمل الدوري بعد 5 أغسطس، طبعًا ده لو حصل هتبقى كارثة، يعني لكننا السنة دي ما عملناش أي حاجة. عمومًا هنشوف اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. كمان في كورة بلس نقلوا تصريح للأستاذ عامر حسين بيقول فيه: لا يوجد أي عقوبات ضد كهربا. يمكن اتسأل بصفته عضو في اتحاد الكورة هل في عقوبات صادرة ضد كهربا؟ الراجل رد وقال: لا، مفيش أي عقوبة، لجنة الانضباط لم تقم بإرسال أي عقوبات ضد اللاعب، حال صدور قرار رسمي هيكون من خلال اللجنة مع المدير التنفيذي، وليس من حق مجلس اتحاد الكورة الاطلاع على أي قرارات انضباطية بشأن العقوبات الصادرة. وبالفعل مفيش أي عقوبة حتى الآن على كهربا. آخر حاجة معايا وهيكون في الترند العالمي ومن خلال حساب سكاي سبورت بريمير ليج، بيتكلموا على الأسطورة المصرية محمد صلاح، وهنا بيقولوا إن لجنة حكام إنجلترا قررت تعطيل مباريات الدوريات الإنجليزية المسائية لعدة دقائق خلال رمضان من أجل منح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار. طبعا صلاح لاعب مصري عربي مسلم، بس طبعا القرار هيكون لكل اللاعبين المسلمين اللي بيلعبوا في الدوري الإنجليزي، لكن طبعا لما تتكلم عن اللاعب العربي أو المصري أبرز صورة هتكون للنجم المصري محمد صلاح. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، والنهاردة حلقتنا الأخيرة في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، بداية بقى من الأسبوع اللي جاي هنكون معاكم في برنامج يومي على تناوب فيه مع كل الزملاء الأهلي في رمضان. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة. شكرا وإلى اللقاء.